الكون كاد أن يفعلها وأن يسجل هدف اللقب والبطولة. شوف حسين شعار يبعد هذه الكرة، الكرة بتعود الآن إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية. شوف الصراع والاندفاع الكبير بين اللاعبين، الكرة تتحول إلى ضربة ركنية. استغلال كرات ثابتة الآن، هذه الكرة العرضية، هذه المحاولة عن طريق أدريان، رأسية يا رب، ومن غيره ومن غيره من جديد أدريان. يا سلام على السهلاوي بهذا الخط، أدريان قوية يا رب. حسن الراهب شراحيلي يقطع الطريق، يقطع الطريق. شوف اللقطة، الهلالي أو فوز للنصر، الكرة العالية الرأسية يا رب، عمر هزاوي ولقطة لخالد شرحيلي. هي يا ابن السهلاوي، يا الكرة بتتحول في مكان إلى ياسر، ياسر إلى الشلهوب، كرة عرضية هلالية رأسية. لا تأتي أكواك، لا تتحرك الشباك، ضاعت الكرة وتحولت إلى ضربة قدم. عادت الكرة إلى كواك، فيها فرصة للهلال، عرضية متابعة تسويب يا رب، ضاعت يا سالم. سليمة على العالمين، سليمة على النصر، يضعوها بيرسل الكرة في مكان تياغو لف، تياغو دار، تياغو تسويب يا رب، تصدي البطولة، تصدي. دقيقة للهلال، دقيقة للهلال. محمد شلهوب بيلعب الكرة، رأسية من تياغو يا رب. من قال أنهم استسلموا لهذا النهائي؟ لم يرفع المنديل للزعيم كلمة، وأي كلمة للهلال موقف، وأي موقف لم تنتهي بعد. عادوا بالرؤوس، عادوا لأغلى الكوز، عادوا ليعوضوا الدوري، عادوا ليعوضوا الديربي، عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار، عادوا بشخصيتهم، بكبريائهم، بهيبتهم، بماضيهم، بأسمائهم، بتاريخهم، بنجومهم، بهلالهم. عادوا لأنه الهلال، عادوا لأنه الزعيم. لا يهم من سجل، المهم بالنسبة لهم عودة الهلال. ينتظر الفرج، سلمان هو أولى من غيره بالتسجيل، هي كأس سلمان، وسلمان الفرج يضع السابعة، يضع السابعة في التركيز. شايع أبو الجوهرة يتقدم في الركلة السابعة، يتقدم شايع، الهلال بطلا لكأس الملك للمرة السابعة في تاريخ الزعيم. الهلال بطلا لكأس الملك، أبعدها خالد في مشهد خالد، يعيد الهلال إلى اللقب، إلى البطولة، إلى الهيبة، إلى المكانة، إلى الكبرياء، إلى الزعامة، إلى المنصة، إلى الذهب، إلى الفرحة، إلى الاحتفال.